تحية لمشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم وحيثما وجدتم في حلقة جديدة من برنامج فار سبور. هذا البرنامج ياتيكم مشاهدينا الكرام كل يوم خميس على الساعة الخامسة مساءً. نستضيف فيه كل المحللين الرياضيين وكذلك الكثير من مدربي الاكاديميات وكل المسؤولين من خلال هذا البرنامج التي ياتيكم كل يوم خميس على الساعة الخامسة. ضيف حل... حلقتنا اليوم وهو بحري زيد رئيس. أكاديمية خاصة لتعليم مهارات كرة قدم من ست سنوات إلى خمسة عشر سنة في البداية دعونا نرحب بالحاضر معنا زيد بحري مرحبا بك زيد سعداء جدا في التواجد معنا في هذه القناة شكرا يا أخي علي وأشكر قناة التحرير على الاستضافة هذه الطيبة نعم في البداية زيد تحدثنا عن هذه مشروع أكاديمية قادمة إلى ولاية الوادي في الكواليس الآن دعنا نتعرف عن هذه الأكاديمية بشكل عام أكاديمية أرسات هي أكاديمية خاصة هي مؤسسة خاصة لأول مرة في الجنوب أسست في 2022 في ولاية تلمسان مع عدة أعضاء وبعدها جبناها إلى ولاية ورقلة وبعدها حالياً راح نفتح فرع قريباً كنا ننشط في الصيف ومن بعد اتصالات مكثفه من اولياء التلاميذ في ولايه ورقله رحنا فتحنا في ولايه ورقله ان شاء الله راح تنطلق الشهر هذا نعم. وجئنا الى ولايه الوادي لانطلاق هذا المشروع الاول في ولايه الوادي لتطوير واكتشاف المواهب المواهب, نعم. المواهب كره القدم من ست سنوات الى 15 سنه نعم. هذا المشروع كان دراسه من عده خبراء من الجزائر نشكر نور الدين دغمان من عضو مجلس اداره ونشكر السيد بابا حمو من ولايه ورقلة لاعب سابق ومعروف في الساحه الرياضيه وعضو معنا في ولايه ورقلة والداوي عبد العزيز وعده شخصيات كبيره اخرى درنا المبادره وجبناها الى ولايه الواد لتطوير اكاديميه كره القدم واكتشاف المواهب وتسويقهم في الانديه المحليه والوطنيه وعليها من في المستقبل الى الدوليه. نعم، نتمنى ذلك. برايك زيد كيف جاءت هذه فكره انشاء مشروع خاصه تحدثت قبل قليل انه ربما عملت في الغرب والان جئت الى جهه الجنوب. كيف جاءت هذه الفكره من الاول؟ الفكره كانت في في 2017 كنت انا وصديقي نور الدين دوغمان كنا نتجول ونكتشف المواهب في عده ولايات في عنابه وولايات الشرق نجولوا في عده ولايات اكتشفنا ان ذهبنا الى اكاديميه ميلانو في العاصمه ولقيناها هي مؤسسه خاصه دايره رعايه مع ميلانو وهذا الاسم التجاري وتبعنا قانونيا وقرينا على القانون الرياضي في الجريده الرسميه عن الاكاديميه الخاصه وانطلقنا في 2020 اسسنا المركز الدولي لاكاديميه كره القدم نعم فهمت هو مركز خاص يدير يجيب خبراء اجانب يطور كره القدم الجزائريه جت يوم كورونا وقفنا العمل بعد كورونا اسسنا اكاديميه هي ار7 وحطيناها في تلمسان وفي الصيف مشت في جيدة تحصلنا على مرتبة بطل كأس الإنسان لأول مرة أسسنا شاركنا في كأس الإنسان للأحياء تحصلنا على المرتبة الثانية بعد و... نعم. هذه ولاية الإنسان كل عام تدير كأس الأحياء نعم. شاركنا بعد تأسيس الشركة بعد أسبوعين أسسنا فريق وش دخلنا بالمنافسة وتحصلنا على المرتبة الثانية في ظرف قصير يعني. في آي قصير وكان لاعبين عدة لاعبين كانوا مع الأكاديمية ذهبوا إلى ولاية عدة أفرقة منها مولدية وهران منها جمعية وهران منها فريق مغنية عدة الأخر درنا اسم في الغرب الجزائري معروفين في الغرب الجزائري أسسنا دورة بعدها ذهبنا إلى ولاية الو و ولاية ورقلة درنا بطولة سميناها كأس الطفل في جوان 2023 وتحصل على 16 فريق تجمعنا الأكاديميات وأسسنا دورة كل عام أسسوا فيها في ولاية ورقلة وشاركوا فيها 16 فريق وتحصل على الفريق الأول بطولة أسس فريق من ولاية ورقلة فهمت؟ نعم. أكاديمية السعيد أشكر الأستاذ رابح هو رئيس أكاديمية السعيد نعم. وجاء الوصيف الوحات يقودهم بابا حمو من ولايه؟ من ولاية, ولاية كلهم شاركوا من ولاية ورقلة خاصة نعم. السخانة ما جوش ياسر عدة عرضنا عدة ولايات جت في الطا مناخ يعني مناخ أسسناها الدورة من 25 ماي إلى واحد جوان كان الفينال في واحد جوان في ملعب السيد نعم عندما نتحدث زيد عن أهداف هذه الأكاديمية من خلال إنشاء هنا في ولاية الوادي ما هي الأهداف التي تريد تحقيقها هذه الأكاديمية؟ أهدافنا كبيرة وطموحنا كبير ساعات يقول المواطن ولا المو يتفرج في الحصة هذه يقول هذه ما كانش منها عندنا علاقات مع الأهل المصري عندنا علاقات مع الأهل المصري لأول مرة لأول مرة عندنا علاقات مع الزمالك المصري وعندنا علاقات مع عدة أندية تونسية وعندنا علاقات مع أندية من شرق أسيا نعم. عندنا عندنا تواصلنا مع انديه في شرق اسيا تريد فتح فروع اكاديمياتها وتطوير الخبرات في بين الجزائر في الجزائر. القانون الجزائري حاليا في التوأمه لازم اجراءات صعيبه. لازم تفوت على وزاره الخارجيه من وزاره الخارجيه الى وزاره الشباب والرياضه وبعدها تفوت على سلطات عده اخرى صعب الامور عن على في الجزائر ان الاكاديميات ما تتحدث على مالي، نتحدث على مالي ونتحدث على النيجر ونتحدث على عدة دول أخرى في تونس ولا ليبيا نعم. وإفريقيا الوسطى ولا عدة دول، يوجد أكاديمية ريال مدريد. برشلونة فاتحة فروع. فهمت؟ نعم فهمت؟ كشافي المواهب ليه متواجدين من خلال هذه الأكاديمية كشفي المواهب نعم حتى نعم. نعم نعم تواصلنا مع أكاديمية بنفيكا وتدور كل سنه تجي تزور عده دول افريقيه وما جاتهاش دعوه من طرف أكاديمية في الجزائر الاكاديميه الخاصه عندها حريه التعاون داخل الوطن وخارج الوطن فهمت نعم فهمت آه تتحدث على اكاديميه آه ليفربول في الجزائر تشارك كل عام في خارج الجزائر وداخل الجزائر اكاديميه جالاكسي يوجد اكاديميه عديده في الجزائر العاصمه يوجد تتراوح بين مئة أكاديمية مستوى الوطني خاصة وكلهم جلهم يخرجون يشاركون في الدورات الدولية خاصة في إيطاليا فرنسا إسبانيا تونس مصر تركيا والسويد كأس الشباب السويد كل عام عدة أكاديمية من الجزائر تذهب إلى إلى يشاركون في البطولة هذه في أندية أخرى حتى ربما تحدثنا عن هذه الأكاديمية ما هي المواهب التي صنعت صنع صنعها الأكاديمية من خلال اللاعبين من أبرز اللاعبين الذين تم اكتشافهم من طرف أندية أخرى من خلال هذه الأكاديمية سي آر سافيو التي ستفتح قريبًا هنا نتحدث عن الأكاديمية في الغرب. في الغرب يوجد لاعبين ابراهيم لاعب جيد كان يلعب عندي لاعب متفوق ودراسيا واخلاقيا وحاليا يلعب مع يلعب مع مغنيه يوجد لاعب اخر من ولايه وهران ذهب الى يلعب مع جمعيه وهران واللاعب المتالق في بارادو كما ذكرنا بارادو كنا هذاك كنا اسسنا في كورونا اسسنا بطوله في اليوتيوب سميناها نجوم العرب فهمت بوخدن مغنين لاعب يلعب مع بارادو عمره 12 سنة لاعب متفوق جدا جدا يلقب بميسي ميسي الجزائر أين هو حاليا؟ حاليا يلعب في مدرسة بارادو اكتشفوه كان يلعب في أكاديمية في عنابة وشارك في المسابقة في مع تنظيم تنظيم هذه المسابقة من علي منجلي مع التنسيق مع شركتي النسخة الثانية شارك تحصل على المرتبة الأولى و... وعرضوه في قناتنا الهداف و... وحاليا لاعب يلعب في أتلتيكو باراتو أكاديمية أتلتيكو باراتو يوجد لاعبين في عدة ولايات حاليا يوجد نحن بصفتنا درنا برنامج مع الشيخ العيد يقوده الشيخ العيد ونشكر الحاج العيد ومن الجزائر العاصمة نعم. كشاف مواهب يكتشف المواهب في المناطق الظل عندنا برنامج نكتشف المناطق في عند رحنا الى ولايه غليزان ذهبنا الى ولايه معسكر الى ولايه غليزان الى ولايه باتنا نتنقل عده عندنا جروب نتواصل كل سنه نتلاقى في العاصمه حاليا عندنا هدف لملاقة المواهب كاملة مع رئيس الاتحادية رئيس الاتحادية الجزائرية وحاليا نطالب في وزارة الشباب علاقة مع الاتحادية الآن موجودة من خلال الأكاديمية حاليا عندنا حاليا الأكاديمية الأكاديمية الجديدة رئيس الاتحادية ما زال ما حاليا تفاوضنا معه بعثنا له ومن طرف كشفي المواهب حاليا قال لنا بعد كأس إفريقيا إن شاء الله راح لقاء معه على عدة جوانب, جوانب وكنا سباقين لاكتشاف المواهب خارج من الخارج و المنتخب بالمنتخب الوطني صغار يوجد لاعبين في باريس سان يوجد لاعبين جزائريين يلعبون في نادي في نادي بنفيكا يوجد لاعب حاليا يلعب في حاليا يلعب في اتلتيكو مدريد لاعب جيد ويوجد لاعب من اصول من غيليزان يلعب مع نادي ليون الفرنسي متفوق جدا عمره 13 سنه ويوجد لا يوجد لاعبين في حتى في من جالية الجزائر الجزائرية المقيمة في تونس يلعبون في أكاديمية النادي الإفريقي نادي الترجي النادي الليتوال يوجد عدة لاعبين لاعبين ما أعطتهمش الفرصة أنا نطالب من هنا من المنبر الجديد نطالب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح برنامج لاكتشاف المواهب وتأطيرهم وطلبنا حاليا نطالب في وزارة الشباب والرياضة أن يفتحوا أكاديمية خاصة أكاديمية ولا مجمع إلى في ولاية ورقلة أم في ولاية وادي سوف أم في ولاية غورت ولاية المغير هم يكون في الجنوب في الجنوب حاليا يوجد مشروع حاليا مشروع مجمد حاليا يوجد في ولاية تمرست أكاديمية خاصة لولاية الجنوب أقصى الجنوب حاليا الوزاره رايحين رايحين 80% في تمر راسل مجمد, مجمد لا 80% قريب 20% مازال 80% دمار ان شاء الله في كل اقامه ويوجد مدرسه اكاديميه حاليا في ولايه النعامه في عين يعني الصفراء حاليا مخلوقه نعم. طلبنا ان طلبنا الوزاره ووزاره الشباب والرياضه ان تفتح هذه الأكاديمية اللي جهة الجنوب الغربي نطالب نحن عدة نطالب حتى بجمعيات بجمعيات وطنية ندخل بصفة جمعيات وطنية مختصة بالرياضة ونذهب إلى الوزارة ونقول لهم أن الأكاديميات طوروا الكرة القدم الجزائرية مشكل أن المشكل في البرنامج لا يوجد برنامج اكتشاف المواهب يوجد يوجد لاعبين في نعم. ولايات ولاية الجزائر وولاية خاصة الجنوب يوجد مواهب خرجوا مواهب نشكر من أحسن مدارس في الجنوب يوجد مدرسة 40 مسكن في ولاية القرد أكاديمية جيدة خرجت عدة لاعبين منها من لاعب مولدية العاصمة بايزيد بايزيد لاعب نعم. لاعب لوخر كان خارج من مدرسة الاخر ويوجد لاعبين آه، لاعبين من اكاديميه نجوم الغواط يلعب مع يلعبون في بجايه يلعبون في كأر خرجوا من ويلعبون في في قسم الكبار بمعنى. كبار في الصالات هما لعبوا من اكاديميه نجوم نجوم الغواط كان اللاعبين اعرفهم لعبوا حاليا يحترفوا في كره الصالات في القسم الممتاز يلعبون مع بجايه يلعبون مع اقبو في كره الصالات بمعنى هناك عمل في بالنسبه لهذه الأكاديمية، هل هذه الأكاديمية الجديدة كابتن زيد ربما نشوف مثلا مؤتمرات ندوات يمكن تعمل بعيدا شوي عن جانب كرة القدم يعني لتدريب المدربين مثلا مسؤولين كيفية إنشاء هذه الأكاديمية الخاصة وغيرها؟ حاليا عندنا تواصل مع شركة معتمدة من الاتحاد الألماني شهادات وقالوا لنا مستعدون لزيارة الجزائر عندنا حاليا مع الجامعة الهولندية تواصل علاقة مع الجامعة الهولندية نعم. نعم لكرة القدم عندنا تواصل وعندنا مع الشبكة الأوروبية لكرة القدم لأجل التنمية حاليا نتفاوض لتطوير كرة القدم وبرنامج الأخر وعندنا مؤسسة الويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تواصل معنا عندنا تواصل مع عدة مؤسسات في مجال كرة القدم في آسيا عندنا في اوروبا عندنا في افريقيا عندنا عندنا برنامج حاليا مع الاتحاد العربي لاكاديميه كره القدم لتطوير مدربي كره القدم في الاكاديميات وتبادل خبرات وتنظيم دورات حاليا حاليا نتواصل مع اكاديميه اخرى من تونس لتنظيم دوره دوليه في تونس مع, تونس مع تونس نعم. في جايه وفد من عده دول من اوروبا راح يجينا الوفد يا يجينا المدربين نفتحوا الخطوط للمدربين وان شاء الله يكون فيها خير في المستقبل القريب ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه كذلك حتى الاتصالات كما ذكرنا من عده نوادي اوروبيه هل ممكن ان نشوفوا مثلا مواهب هنا في مدينه الوادي او مواهب جزائريه يتالقون في الانديه الاوروبيه او ربما يرحلون من هنا ولايه الوادي الى اعرق الانديه الاوروبيه والله الطموح او حتى العربيه العربيه الطموح مش مستحيل ان يعود لاعب من من خارج من ولايه ولا من عده بلديات من بلديه حاسي خليفه ام بلديه المقرن ام بلديه سيدي عون ام بلديه كونين ام بلديه الطريفاوي ام بلديه الوادي سوف ولا بلديه الرباح والبياضه يوجد مواهب اقول لك يوجد مواهب لكن تحتاج الى تاطير تاطير واكتشاف نعم. طلبنا الاتحادية وما زلنا نطالب من المنبر هذا أننا نطور نكتشف المواهب تاعنا و تأطيرهم تتحدث عن الكرة الكرة الموريتانية يوجد في موريتانيا خمس أكاديميات خاصة في موريتانيا نعم تعرف أن موريتانيا تطورت حتى تطورت مؤخرا تطورت مؤخرا جدا نعم <applause> موريتانيا توا تمثل كل عام يشاركوا في كاس افريقيا نعم بفضل تطور الكره القدم الاخر يوجد تطور كبير في في ليبيا 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 حاليا شباب ليبيا بصفه انا اتابع الكره الليبيه واكاديميه ليبيا يذهبون الدر الصغار يتواصلوا عندهم بطوله قويه جدا هي كره الصالات تريد نجم من نجوم جايبين نموذج للكرة أقوى اكتشاف مواهب في العالم أين؟ في الأرجنتين ولا البرازيل؟ أين يكتشفوهم؟ يكتشفوهم في بطولة بطولة المدارس للصالات نيمار رونالدينيو رومال روماريو كلهم خرجوا من مدارس بطولة الصالات حتى اللاعب البرازيلي يخرج من كرة الصالات يخرج من كرة الصالات ويعتزل كرة القدم يذهب الى كرة الصالات، رونالدينو لاعب كرة صالات، نيمار لاعب كرة صالات. احياء نعم. فهمت حتى لعبهم في الاحياء يعني مختلف نعم تجد الكثير من المواهب في نعم. الاحياء البرازيلية وبعدها يتم تأطيرهم نعم بعد يذهبون إلى أندية كفلامينغو، كورينثيانس، بس سانتوس، بعد يتألقون إلى الأندية الأوروبية. حاليا أكبر مدارس أتبعها في أمريكا اللاتينية يا سانتوس، ساو باولو، فلامينغو نعم فلامينغو بوكا جونيور في الارجنتين فهمت يوجد ريفر بليت ريفر الارجنتيني يوجد انديه في المكسيك يوجد امريكان المكسيكي يوجد انديه في البرتغال في, في امريكا اللاتينيه في تشيلي في البرغواي يوجد البرغواي نعم. فهمت ويوجد حاليا حاليا النموذج الجزائري تطور جدا، بصح الفئه الصغرى ما زالت نطالب ان تطويرها اكثر واكثر ان شاء الله في المستقبل القريب. وعليه ما يكونش لاعب من ولايه الوادي يذهب الى نادي من تونس ام نادي من السعوديه، خاصه توا اللاعب اللاعب السوفي ام اللاعب الورقلي يوجد لاعب من ورقله يلعب مع الاتحاد العربي القطري. يا لاعبين ذهبوا وكان موهبه في ولايه ورقله اصله من, روي من رويسات حاليا يلعب مع الرديف الفريق الأخوي القطري ويوجد لاعبين في يوجد لاعب حاليا عمره 18 سنه يلعب مع الرديف السد القطري كان يلعب مع اكاديميه اكاديميه الجلفه ولاد نايل تاع الجلفه فهمت نعم هي العراقيل ربما تمنع بعض هذه المواهب من البروز خاصة في الساحة الكروية حاليا الأندية العاصمية منها مولدية العاصمة أمبرادو مي اللاعب ولا اللاعب الصغير ما عندش اتصال مع ولا ما عندش لاعب ولا مدرب ينصح يقول لك أنت تربصات أم انتقاء لأندية في العاصمة أم نادي سطيف ولا فهمت نعم فهمت هذه المشكلة طلبنا مؤخرا زيارة فريق بارادو للخميس الفات لعبوا مع الاتحاد السوفي جاء كشاف مواهب واتصل بي اتصلت به قال لي أنا في ولاية الوادي وجيته ودرت له مبادرة أنا حرت حرت وضخت أن فريق بارادو مدرسة جت تلعب في ولاية وادي سوف ما داروش فرصة رؤساء الأكاديمية الجزائرية الأكاديمية تاع أن يديروا توأم معهم ولتبادل الخبرات ويعرضون لاعبينهم في هذه الأكاديمية هي حاليا أقوى أكاديمية في شمال إفريقيا هي أكاديمية جينيراسيون تاع الأكاديمية السنغالية التي أخرجت الكثير من اللاعبين اللاعبين أي حاليا حاليا تصنف في 2000 بارادو من احسن اكاديميات من تتحدث على احسن اكاديميات مصنفه حاليا في 2023 من اربع اكاديميات هي بارادو تتحدث على اكاديميه السد القطري تتحدث على اكاديميه الهلال تتحدث على اكاديميه اكاديميه الاهلي المصري المصري حاليا اكاديميه مها الرياضيه اقوى اكاديميه عربيه حاليا هي في المملكه العربيه السعوديه بميزانيه بميزانيه دوله ب 500 مليون دولار عمي. من اللاعبين التي اخرجتهم من خلال هل سلم الدور السري من بيئه الهلال لا, لا،, من لا، أكاديمية احسن اكاديميه في السعوديه هي اكاديميه اكاديميه أه الاخر لا اكاديميه أه الاخر نادي نا نا يلعب حاليا في الدرجه الاولى ومتصدر الدرجه الاولى الاخر يوجد الهلال والاتحاد و... لا لا احسن اكاديميه خرجت لاعبين محترفين في الدوري السعودي هو ايش أه الاخر أكا... اكاديميه نسيتها معليش أه يعني همت... نعم من خلال هذه الـ الاكاديميه اين يتم الافتتاح الرسمي؟ هناك بعض ربما من يسال عن الافتتاح الرسمي حاليا حاليا الأكاديمية. حاليا يا اخي علي هي الاكاديميه درنا اعلانات ودرنا صفحه في الفيسبوك ومبادره درناها والله ساعات تدير تدخل في مشروع كما في الجزائر العاصمه مؤخرا ولا في ولايه اخرى ولايه من ولايات فتحنا فرع بصح اقبال ما جاش ضعيف تفتح فرع وتشكري مقر وتاطر تدير اعلانات بعد المشروع يتسكر ليه؟ ان الاقباليه لا توجد ليه؟ ان تجي يتصل بك شخص من من ولايه ومن ولايات اخرى يقول لك يقول لك الاكاديميه انها مجانا عليها مجانا نفهم المواطن ولا الوالد حتى الوالد اللي يتفرج على الاخبار انها شركه شركه خاصه نحن لا يوجد دعم من عند الدوله نحن كلنا بالمشاركه تاع اللعب مؤطره ساعات تلقى روحك خاسر ليه ندخلوا خلاص نقولوا نحن مشروع ويمشيوا خلاص العام الاول خساره والعام الثاني والعام الثالث وترجع تبيري في المستقبل القريب تو نعم. تقول مبلغ 300 دينار 300 دينار واش يجيب لك رايح نعطوه قميص نعطوه سيرفيت نعطوه كاسكيتا نعطوه ساكادو هذه بركه اللباس بركه تراه 800 دينار ايه نعم. تصير اللاعب سنويا مش كما سيرونس تاع خاصه كما سيرونس تاع جمعيه احنا سيرونس خاصه اللاعب تكون بتكلفه اكثر من اكثر نعم 60000 فهمت زيد عندنا خليه الاعلام شاتي تبان عالميا اكاديميه عالميه لازم تدير موقع موقع الكتروني موقع يتكلف 20 مليون مقر التأزيز تاعي يتكلف ب 30 40 مليون هل يوجد مقر ولا حاليا وموقع بالنسبه لهذه الاكاديميه عندنا موقع في ولايه ورقلة حاليا في الخفجي حاليا مؤخرا رايحين نفتحوا وعندنا وفد من قريبا يجينا وفد من لاعبين وراح حاليا نتواصل مع رئيس اكاديميه الاهلي المصري خالد شطة اكتب اسم خالد شطة معروف آه معروف. معروف. معروف انا متابع الاهلي المصري آه المصري معروف خالد رئيس شطة. آه خالد شطة رئيس اكاديميه الاهلي حاليا نتواصل معه حاليا نتواصل مع اداره الزمالك خرجت من الازمه كانت عندها ازمه في مرتضى منصور آه حاليا حاليا حاليا, حاليا تواصلوا معنا لتبادل الخبرات تواصل معنا نادي نادي من السعوديه اكاديميه من السعوديه يفتح تبادل زيارات يوجد خبرات تبادل خبرات يوجد عندنا تواصل مع كشافي مواهب نادي نوادي في الدوري الكويتي والنادي سلطنه عمان والدوري العماني فهمت عندنا, نعم، نعم. عندنا علاقات كبيره بالنسبه لهذه الاكاديميه عندنا نعم. علاقات حاليا تو حاليا نتفاوض مع فريق الشباب اليمني حاليا ان شاء الله قريبا يزورنا لاعبين من المنتخب اليمني للشباب نعم هذه الاكاديميه اه من الاكاديميه حاليا وعندنا مع اكاديميه الحبسي حراس المرمى سلطنه عمان فتحها حاليا الحارس المعروف حارس نعم حارس كبير جدا, جدا. من لا يعرف آه، نعم حبسي هذا الحبسي فتح اكاديميه فتح اكاديميه الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي وفتح اكاديميه حاليا تاع حراس مرمى ونشكر من هنا من برا يوجد صديق من كان معنا حاليا راح توجه الى اكاديميه خاصه لحراس المرمى في وهران فتحت مع مؤخرا ثلاث اشهر نعم متواجد هناك في, في هذه الاكاديميه اكاديميه مختصه بحراس المرمى اكاديميه حراس المرمى كاين اكاديميه حاليا راح مختصه بوسط الميدان مشروع يقوده شخص في الجزائر العاصمه فهمت كما لاعبين لاعبين نعم حتى بالنسبه للمدربين الذين سوف يكونوا من خلال هذه الاكاديميه هل المدربين يمتلكون خبره كبيره، مؤهلات كبيره، قادرين على صنع يعني مواهب ربما نشوفهم حتى في عرق الانديه الاوروبيه كما ذكرنا حتى في العربيه. والله يا اخي العزيز هذه المدربين عندنا حاليا نبدو بالحاضر ما نكذبوش على المشاهد اننا نروح نجيبولها مدرب خارج ولايه الواد. نؤطر حاليا عندنا توأمه مع مثلا الانديه نقولوا اللاعب ولا المؤطر اننا نديروا توأمه مع نادي النادي الافريقي يروح يدير انتقاء في النادي الافريقي ويتربص. يوجد يوجد اللاعب السوفي ام اللاعب الجزائري الطفل الجزائري يريد ان يذهب الى اوروبا. اقول له ممنوع القانون لا يسمح ان يذهب اقل من 18 سنه خارج يدخل الى الى اوروبا يجيني لاعب يقول لي انا عمري 15 سنه ولا ابوه يقول لي اريد ان اذهب انا وابني الى البرتغال واوروبا يقول له ممنوع القانون الاوروبي لا يسمح ان اللاعب اقل من 17 سنه و اشهر يدخل الى النادي يسجل في النادي لازم شروط لازم يكون عنده اقامه ويكون مقيم في اوروبا ويدخل للنادي. بالصح نعم يجي النادي نجيب مثلا كشاف مواهب من البرتغال ويكتشف موهبه من موهبه صغيره. ممنوع. يطروه كان مثلا كان يوجد مثلا لاعب مثلا سوبر سوبر ستار نقولوا نحن نعم. بالعربيه. آه يجيبوا له اقامه ويحولوا له اهله ويحولوا له القانون ويعطوه يحولوا له اهله يسكنوا ثم هذه هذه القانون. هذا هو هذه بطريقة قانونية, قانونية. يعني اذا كان لاعب سوبر يعني خلاص سوبر معناه عارفين انه في المستقبل يسوى ملايين كما حاليا يدير فريق بنفيكا يروحوا عندهم كشافين مواهب في الارجنتين عندهم 150 كشاف رئيس معناها شركة مؤسسة ب 25 ولا 50 كشاف فهمت عندهم كشاف تتحدث على الاندية الانجليزية عندهم كشافين في افريقيا عندهم الكرة العربية حاليا ضعيفة بس ضعيفة بس ضعيفة, ضعيفة, ضعيفة 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 جدا ليه؟ انها يو لا يوجد منافسة لا يوجد منافسة خاصة نتحدث عن الكرة, الكرة 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 المصرية عند الأطفال الصغار محمد صلاح كشاف مواهب محمد صلاح اللي اكتشف مواهب محمد صلاح حاليا حاليا أو مع نادي 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 في يلعب حاليا يلعب في كشافي مواهب وقال لي انا كشفت محمد صلاح فات على مرحله على محمد صلاح اكتشفوا في اين متواجد حاليا كشاف محمد صلاح حاليا 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 يلعب مع قناه او مع قناه السويس نادي قناه نادي قناه السويس نعم معروف في الدرجه الثانيه الدرجه الثانيه لمصر حاليا حاليا يدوروا بطولات عندهم بطولات بطولات جهه اسكندريه طنطا بطولة تابعة للاتحاد منظمة وعند... هذه البطولة تهدف إلى ماذا؟ إلى عملية انتقاء ربما لاعبين انتقاء ال... انتقاء تتحدث على على شبكة الاهلي المصري عندهم كشافين في مستوى مصر مستوى مصر منظمين والزمالك أي موهبة أي موهبة مثلا أنت اكتشفت موهبة من نادي قناة السويس عندهم موهبة مسجلة مسجله باسم الاتحاد مثلا مع قناه السويس ولا قناه اسكندريه يجي ينتقل لاعب عمره 15 سنه ولا لاعب 13 سنه ينتقل الى نادي مثلا يتفاوض مع نادي الاهلي يريد ان يديه الاكاديميه بمبالغ كبيره يوصل حتى نصف مليون جنيه مئة الف الف معناها تروح ب 200 مليون جزائري 300 مليون جزائري لا يوجد هنا في الجزائر يوجد يوجد انت تخدم والانديه الكبيره تشبه نادي يهزه ويروح لا عندها قانون مثلا ليست بالصفة القانونية لا صفة يعني. مثلا تروح الى نادي في اكاديمية في في وادي سوف يشبه موهبة جي مثلا نادي من نوادي الكبيرة يهزه نورمال يعني عدم التعاقد بطريقة قانونية لا هذه هي يتخطى القانون يلقاها من القانون فهمت؟ أه حماية اللاعب أولا حماية اللاعب لازمها قانون لحماية اللاعب أكاديمية تحمي لاعبينها حاليا لا يوجد قانون يحمي اللاعب في الجزائر يعني لا لا يوجد حاليا لا يوجد يوجد لكن أب أخ يعني اكثر متضرر من هذا هي الاكاديميه الاكاديميه نعم اكاديميه تتحدث على اكاديميه اكاديميه حي 40 مسكن عده لاعبين ذهبوا لهم واستفادوا ما استفادوا منهم ولو هذه هذه مشكله مشكله في الجنوب نعم مشكلة في أه على الاقل وضع قوانين حتى لا يتضرر بالنسبه نعم نعم الوزاره حاليا هذا ما يقتل الاكاديميات ايضا حاليا 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 كان قانون يمشي في وزارة جاء بعد تجمد قانون حمايه اللاعب امم أه بعد تم تجميد هذا القرار أه تجميد كان حمايه اللاعب يخرج له باسبور باسبور لاعب هذا كي يحميه هذا البسيط يحمي اللاعب في المستقبل أنه يهز يطالب بحقوق النادي نعم بطريقة قانونية يعني. بأمور قانونية فهمت لازم يكون مثلا عندها جوار عندها باسبور جوار يحمي مثلا خارج باسم النادي مثلا لاعب لاعب نعم اي اي مثلا نادي يريد التعاقد فليذهب الى التفاوض بالنسبه للاكاديميه مع النادي. وبعدها بطريقه قانونيه ينتقل نعم نعم تحدثت حتى عن علاقتكم باكاديميه زين الدين زيدان كيف هذه العلاقة ربما نشأت زيارة بالنسبة نعم الأكاديمية أكاديمية آه زيدان فايف زيدان كلوب هي أكاديمية أين م متواجدة متواجدة يعني. في فرنسا وحاليا عندها فروع في عدة تراب الفرنسي يقودهم اللاعب زيدان تواصلنا معهم وردوا في الإيميل أننا مستعدون لتبادل خبرات وان شاء الله قريبا يزورنا واحد منهم حاليا نفوضوا حاليا وان شاء الله قريبا يزورنا واحد من شركه الشركه هذه الفرنسيه يعني. نعم نعم بالنسبه كذلك حتى للتنظيم بالنسبه لهذه الاكاديميه اين متواجده حاليا حاليا كانت لل... كانت الفرع الاساسي في ولايه المسان فرعناها تو حاليا 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 في 2024 حاليا 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 راح نفتحوا فرع في ولايه الوادي وقريبا بالضبط نفتة. في اي منطقه في ولايه الواد؟ في الواد حاليا نتفاوض في تكسبت ان شاء الله. راح تكون متواجده في تكسبت؟ في تكسبت في مقر تاع تكسبت ام حي الرمال. أنا حاليا نتفاوض مع الاداره اللي ملعب حي الرمال و راح تكون في تكسبت ولا الرمال؟ الرمال, إيه الرمال. حاليا نجحوا حق نفاوض الطفل مثلا يكون وسط المدينه. فهمت؟ نعم يوجد, يعني يوجد ملاعب كما ملعب حي, حي الجامعي متوفر يوجد ملعب حي النور في البلدية ويوجد حي نصنام ملعب نعم حي يوجد حتى هناك عدة أهداف منها قرب المسافة وفي وسط المدينة وغيرها وسط المدينة وعندنا حالياً تو رايحين نديروا بطولة سميناها بطولة الأكاديمية الجنوب نجوم الجنوب برعاية يقودها السيد الدين ضغمان نعم. الدين نضمن رئيس مبادره مبادره دوليه الاولى في العالم سماها الشبكه الدوليه لكره القدم لاجل التنميه كلمه اجل التنميه اجل التنميه لها بعد كبير هذه الكلمه نعم, نعم. هذه شركه الاولى في العالم يوجد الشبكه الاوروبيه لاجل التنميه ويوجد الشبكه الدوليه أيوجد يوجد الشبكه الدوليه حاليا راح يفتح المقر تاعها الرسمي في ولايه ورقلة ام التجرت نعم هذه المسابقة كم نادي ولا ما ليست محددة حاليا حاليا رايحين نمثلوا عدة نطلبوا عدة عدة اكاديميات, أكاديميات من ولاية المغير من ولاية بسكرة من ولاية وادي سوف من تكورت من ورقلة من لغوات من اليزي من جنات الجنوب الشرقي نعم نعم هذا جميل نعم وهذا نحاول اننا بطل بطل هذه البطوله يذهب يشارك في دورة دولية نعم جميل. مؤخرا مؤخرا جاتنا دعوة لكأس السيتي في المملكة الإنجليزية في اليوم المملكة في الإمارات كأس السيتي كل عام يشارك فيه وطلبنا وبعدنا طلب لنا القائمة وقالوا أبعثوا القائمة للمشاركة في هذه الدورة لماذا لم تذهب تلك الدورة حاليا حاليا إمكانيات حالياً اللاعب حاليا تجيك اللاعب مثلا مصاريف اللاعب 17 مليون اللاعب ما عندهش ما نشارك انا ما عنديش ممول لهذا المشروع نعم المشاركه ب 17 مليون للاعب واحد للاعب مصاريف اللاعب انتقال بالباسبور وجواز السفر فهمت نعم انا نعم, تشارك نعم. في فهمت تحتاج الى ممول بالنسبه لهذه المو... حتى المشاركه في المسابقات الدوليه كذلك حتى بالنسبه لبعض الاولياء الامور الذين لا يريدون مثلا ويتحججون بالنسبه للمبالغ الماليه للمشاركه في هذه الاكاديميه ماذا تريد أن تقول لهم من خلال هذا المنبر والله يا أخي العزيز أقول لهم هذه أكاديمية خاصة ونحن نرحب بأي فكرة وأي اقتراح مفتوح نحن فتحنا كنا درنا مبلغ وهبطناه المبلغ وما زلنا نتفاوض فهمت مبلغ الاشتراك ما زال لي ليس رسمي لحد الان حاليا كان 300 دينار حبسناه الى 250 كانت المشاركه تاع الملابس كانت 14 دينار مليون و400 هبطناه الى 800 دينار حاليا راح نفوضوا حتى ل 600 دينار نعم،, نعم لموسم كامل موسم كامل كل شهر يدفع اللاعب يدفع الولي 600 دينار حق الملابس اللاعب وكل شهر 250 دينار بصح نحنا رايحين نأطروه نظريا وتطبيقيا فهمت نعم هذه اكاديميه شامله يعني شامله آه، انا راح نوروا لها تقنيه الـ فهمت, فهمت؟ نحن نعم فهمت نحن عندنا فكره اننا نطوروا الاكاديميه في الجنوب هدف تاعنا فهمت نعم. ونظموا دورات دوليه نظمنا عده دورات وكنا نحن موطرينها مستوى الوطني فهمت نحن من صغر من 2000 و2009 نحن ننظم في الدورات الرياضيه نعم حتى بالنسبه لهذه هذه الاكاديميه اكاديميه تحدثت عن جانب النظري على جانب التطبيقي هل ممكن ان نشوف مستقبلا بالنسبه لهذه الاكاديميه يعني مدربين كبار مسؤولين كبار حاليا حاليا ندوات, عندنا ندوات حاليا قريبا ننظم ندوه في ولايه وركلا ويكونوا فيها خبراء دوليين لتطوير اكاديميه كره قدم فيها لاعبين من تونس لاعبين من ليبيا ولاعبين حتى من لاعبين من جمهورية مصر العربية والسعودية نعم شيء جميل هذا ما يفيد الكره الجزائريه بشكل عام ويفيد كذلك حتى بالنسبه لتطور الاكاديميات ممكن نشاهد هذه الاكاديميه مستقبلا رائده كاكاديميه بارادو بالنسبه للجزائر وكذلك حتى حاليا 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 عندنا دراسه كنا مؤخرا في اجتماع في في ولايه ورقله راح ندرسوا نقدموا مشروع الى ولي ولايه ورقله باسم استثمار لاكاديميه جاهزه اكاديميه ارض قطعه ارض لفتح اكاديميه باقامتها بملعبها بكل شيء لاول مره في الجنوب قدمنا ملف طلب حاليا رجع قريبا ندرس ندير الدراسه ونقدمهم للجهه المعنيه في الاستثمار الرياضي نعم شيء جميل هذا لكن الاهداف خفيه بالنسبه لهذه الاكاديميه تحدثنا على الاهداف الواضحه هل هذه الاكاديميه ربما مع مرور السنوات مع مرور الزمن يمكن تفتح فروع حتى بالنسبه لكامل الولايات من خلال ربما ترتبط ب والله يا اخي العزيز يا اخي العزيز درنا درنا مبادره درنا مبادره سميناها الشركه الدوليه لاجل التنميه هذه لاقناع الانديه الاوروبيه بفتح فروع في الجزائر نتفاوض معهم باسم الشركة الدولية لنقنعوهم أن المواهب الجزائرية يوجد مواهب كبيرة في الجزائر بعدة أندية رغبة فتح فروع لها بالصح يريدون التطوير يريدون نقول مثلا مواقع تو مثلا نتحدث على أكاديميات على شيء الأكاديميات ما تطوروش في الجزائر كلمة أكاديمية تتحدث مع لاعب ولا مثلا أكاديمية في أوروبا مثلا نروح إلى سلوفاكيا ذهبنا إلى نادي في سلوفاكيا تفاوضنا معه قال لي بالحرف الواحد أعطيني موقع إلكتروني للأكاديمية ما تعطينيش الصفحة في الفيسبوك أعطيني موقع إلكتروني للأكاديمية ونشاطاتكم عندك عشر سنوات أعطيني نشاطاتك وش إنجازاتك لعبت مع من مبارياتك خسرت يشبح تعطيه مدة عشر سنوات أكاديميات هذه يعني الأكاديميات متطورة يعني تتحدث بلغة تتحدث أرقام تتحدث و... تتحدث على أكاديمية عندي لاعب يلعب في سلوفاكيا من أصول فلسطينية يلعب في نادي في سلوفاكيا حاليا يلعب في أربع أكادي... أربع سنوات يلعب في أكاديمية في سلوفاكيا حارس مرمى عمره 13 سنة تروح للسي في تاعه يقول لك قد ايه دخل له هدف في في طول أربع سنوات وقد خلى شباكة نظيفة دراسة كلش بالإحصائيات بالإحصائيات يعني. والدقة هذه أكاديمية كما نقولوا كامل احترافية يعني نعم كامل احترافية ويسجلوها ويحطوا لها فيديوهات في المستقبل حتى يكون عمره خمسين سنة يلقى إنجازاته كما لاعب كريستيانو رونالدو فيديوهاته كان صغير تلقاها فهمت نعم نعم حتى هذه تحب تتواصل مع اكاديميات تطلب منك موقع الكتروني وانت كاكاديميه يعني ربما لا يتعاملون معك حتى مستقبلا يعني بالنسبه حتى لضعف ونحن يعني الاكاديميات الاكاديميات آه، ليه؟ تتحدث عن الاكاديميات مثلا اكاديميه في ولايه وادي سوف ننصحهم ولا ننصح المدربين ولا رؤ... نعم رؤى توجيه كلمه ت... بالنسبه للاكاديميات الاكاديميات بالتواجد. نشكر ن... نقول رؤساء الانديه في ولايه الواد يركزوا على ال... يركزوا على ال... الاطفال. من ست سنوات إلى 14 سنة، هو هو اللي يبني الفريق، وهو يطلع الفريق. ما تكونش لاهي بهذه الفئة، معناها ما تروحش بعيد. كان أندية كبيرة لا داعي لذكرها، كانت مركزة على الكبار. جونيور سنيور والكبار، فئة الكبيرة. انهار تتحدث على سريعة غريزة، تتحدث على سيدي بلعباس، إدارة سيدي بلعباس، كان أقوى أكاديمية في الغرب الجزائري هي أكاديمية سيدي بلعباس اداره سيدي كان اقوي اكاديميه في الغرب الجزايري هي اكاديميه سيدي بلعباس تبدل الاطار تبدل تبدل التقنيه آه، راحوا الى الكبار وعاد يستوردوا في اللاعبين يجيبوا من الانديه حاليا وين؟ دهورت يعني دهورت حتى الاهداف تغيرت يلعب, طبعاً. يلعب في القسم الثالث وعنده ازمه ماليه سيري غيزان ونادي الحراش الحراش كانت عندي لاعب حاليا يلعب مع الحراش خريجي مدرسه الحراش حارس مرمى يلعب تو حارس مرمى وممتاز مع الحراش حاليا يلعب مع حارس عمره 14 سنه يلعب مع مولودي 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 العاصمه موهبه من موهب مدرسه الحراش الانديه العاصميه تريد ان تكتشف المواهب تذهب الى الحراش تريد المواهب في سطيف تذهب الى سطيف تريد ان تكتشف المواهب في الغرب الجزائري اذهب الى وادرهيو في غليزان اذهب الى غليزان اذهب الى سيدي بالعباس اذهب الى مغنيه اذهب الى مدرومه اذهب الى اذهب الى تموشنت اذهب الى بنصاف بنصاف انديا في الغرب الجزائري تتحدث عن مدرسه احسن مدارس مدارس الغرب الجزائري بسيفتي انا درت الغر... الغرب الجزائري مدرسه معسكر معسكر ولايه معسكر كاين حتى مدرسه شلف ممتازه عندها مواهب ذهبوا الى انديه كبيره فهمت نعم آه فهمت يوجد في الشرق تتحدث على مدرسة مولدية عنابة على مولدية وعناق بيتنا جمعية بيتنا بسكرة مدرسة أكاديمية بسكرة جيدة أنا أتابع أكاديمية اتحاد بسكرة أكاديمية جيدة في الفئة الصغرى تتحدث على الفئة الصغرى جيدة يعني خرج الكثير من اللاعبين بالنسبة للكثير من الأندية هنا تقريباً انتهى الوقت الحصة اذا مشاهدينا الكرام نتحدث عن أكاديمية سوف تفتح قريبا في ولاية وادي سوف هذه الأكاديمية التي تمتلك كثير من العلاقات بالنسبة للأندية الأوروبية والتي تجمعها الكثير مع الشركات كذلك الأوروبية سوف تفتح قريبا في ولاية الوادي لمن يريد الاستفسار أو المشاركة يتصل عبر حسابي كما تعرفونه عبد الله بن علي من خلال هذه الحلقة كما شاهدتم ومن يريد مشاهدة الحلقة بالكامل سوف تكون متواجدة هنا على صفحة قناة التحرير لمعرفة هذه الأكاديمية ما هي أهدافها ما هي خصائصها ما الذي تهدف إليه هذه الأكاديمية نتحدث عن أكاديمية قوية شاملة قادمة هنا قادمة هنا إلى مدينة الوادي إلى هنا تقريبا مشاهدين وصلنا إلى الختام على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم على الساعة الخامسة مساء يوم الخميس إلى هنا وصلنا إلى الختام الى اللقاء